تخلص أكله يلا رح نبدأ. حبايبي هسه رح نبدأ التحدي قلنا لكم عليه الفيديو اللي نشرته هسه، وهسه رح نشر هذا الفيديو الكامل على القناة. يلا شلون أفوز أنا؟ حمودي قال اذا فزت انا حطوا لنا اشتراك. انا فزت هسه فزت حطوا لي اشتراك. هسه عبوسي خسر حطوا لايك. حطوا لي اشتراك تتابعوا القناه عبوسي. ان شاء الله يوصلكم درع مليون. باي باي.